والله انا اقول لك شفت كيف كلمه والنعم ذي عبانا كياس منهم بيض الله وجهك عبانا خرايط هذه والله ما لها لزوم عندنا مره. الحاجه الثانيه والله لاني خطبك ولا فكرت اني خطبك شفت كيف لا تقعد تزحط وتقول حنا مدري منين ونعد سابع جد ومدري ايش هذا يا اخوي لاني متجوزك ولا متجوز جدارك شفت كيف انا رجال ادور مواصفات زي ما قلت لك نحيفه الخصر وسعة السدر اللي كوعت البردقان تخش من تحتها ما ولا كوعت الهوى ما يخش من تحتها انا ما ناخذ لي حراث يا طول عمر هذا لو تقتل بعليك في الليل وانت معك ربو والله ما تنسم والرجل ما حد يبيه والله ما يدورون يا طول عمر غير هذا اللي قالوا له انا بشيء ولا السوق انقذ وصل المروح ياخذ مترين في السماء شفت كيف الله يعيضنا بنات الحور كم